حياك الله استاذة آمنة. يا مرحبا بكم. بداية نقول لك كل عام وانت بخير بهذا اليوم الوطني، العيد الوطني لدولة الإمارات، وكل عام وانت بخير بمناسبة مرور 10 سنوات على الخدمة الوطنية منذ انطلاقها. اليوم نشوف الاصطفاف أمام الأعين، حقيقة شيء نرفع به الرأس ونفخر به قدام الأمم كلها. شو تقولين بهذا المناسبة أختي آمنة؟ أنا فخورة جدا بأبناء الإمارات، بأبناء زايد رحمه الله، المؤسس اللي أسس هذا النهج. وطبعا نحن في فخر شديد، ما نستطيع صراحة أن نوصف الإحساس اللي نحس فيه. منظر يقشعر له البدن، يشعر الجميع سواء كان من أفراد أو مؤسسات أو أسر إماراتية ومقيمة، بجمالية هذا المنظر وما يحمله من شعور بالولاء والانتماء وتعبير عن تضحية لدولة تستحق منا الأفضل دائما. نعم أستاذة آمنة، التخطيط الذي بدأ منذ قرابة 10 سنوات نرى مردوده اليوم على أرض الميدان ومن موقع السميح. أنتم في التخطيط الاستراتيجي بالهيئة، كيف سنرى 10 سنوات المقبلة بإذن الله؟ حرصت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على منذ بداية إنشائها على أن يكون هناك تخطيط سليم لهذا البرنامج وتوحيد لجهود جميع القائمين فيه، سواء كان من الوحدات داخل أو خارج القوات المسلحة. لهذا دائما كانت تأخذ شعار التزام ومسؤولية مشتركة، لأن الخدمة الوطنية هي واجب وطني على الجميع، ويستحق أيضا أن يبذل الجميع من مؤسسات ومن أفراد الجهد اللازم لأن يسير هذا العمل باتجاه تحقيق الأهداف اللي تسعى لها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تكوين أو تشكيل احتياط وطني يدعم متطلبات الأمن الوطني الشامل.